ده التالت في طواف العمرة، لازم يكون متوضئ، لازم يكون على وضوء. طب افرض اتنقض وضوئي دي حاجات معينة في الطواف الأول أو الثاني أو الثالث، أطلع بره أتوضأ وأرجع أكمل، مش أبدأ من أول وجديد، لازم يكون على وضوء وبعد كده أطلع وأكمل على طول. دي أول حاجة. وبعد كده قلنا الدعاء، يدعو لنفسه، يدعو لأبوه، يدعو لأمه، يدعو لأولاده، يدعو لوطنه، يدعي الوطن بالامن والامان، يدعي الشخصيه دي. احنا معاكم متحدثكم الحاج مجدي ابو كريم، مجدي ابو كريم الفرعونيه، مجمع مغادير الدور الثاني، مكتب 19. شكرا.